بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أبنائي وأحبابي طلاب الصف الخامس الابتدائي بشركة آفاق التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ خالد توفيق، معلم الدراسات الاجتماعية والوطنية بمدارس شركة آفاق التعليمية مجمع آفاق العزيزية القسم الابتدائي. اليوم يا أحبابي إن شاء الله مع آخر دروس مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية للفصل الدراسي الثاني، وهو بعنوان أجهزة الأمن في وطني. كنا قد تكلمنا في حصة سابقة عن الأمن، وعرفنا أن الأمن هو من أهم النعم التي أنعم الله بها علينا في هذا الوطن المبارك. فالأمن يحقق الرخاء والاستقرار. من نتائج الأمن أنه يحقق الرخاء والاستقرار في هذا الوطن المبارك. وعرفنا أن هناك الكثير من الأجهزة التي تتولى حفظ الأمن والأمان في وطني، حيث يقوم رجال الأمن المخلصين في وطني بحماية الأمن ونشر الأمن والأمان وحماية الوطن والمواطنين. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن أبرز أجهزة الأمن في وطني، الأجهزة الحكومية التي تتولى مسؤوليات الأمن ونشر الأمن والحفاظ على الوطن والمواطنين. ما أبرز الأجهزة الحكومية في وطني التي تتولى مسؤوليات الأمن؟ نذكر منها على سبيل المثال: أولا، رئاسة أمن الدولة. ثانيا، النيابة العامة. ثالثا، مديرية الأمن العام. رابعا، المديرية العامة لمكافحة المخدرات. خامسا، المديرية العامة للدفاع المدني. سادسا، القوات الخاصة لأمن الطرق. سابعا، المديرية العامة لحرس الحدود. ثامنا، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. مرة أخرى، من أهم أجهزة الأمن في وطني: أولا، رئاسة أمن الدولة. ما أهم اختصاصات رئاسة أمن الدولة؟ تقوم رئاسة أمن الدولة بمواجهة المجرمين والإرهابيين والمحرضين ضد الوطن. مرة أخرى، رئاسة أمن الدولة تقوم بمواجهة المجرمين والإرهابيين والمحرضين على أمن الوطن. هذه مهام رئاسة أمن الدولة. ثانيا، النيابة العامة. ما أهم اختصاصات النيابة العامة في وطني؟ تقوم بتعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات وفقا للنصوص الشرعية والقواعد المرعية المتبعة. النيابة العامة تقوم بتعزيز العدالة، أي حماية العدالة في المجتمع، حماية الأفراد والمواطنين وتوفير العدل في الوطن، وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات لكل مواطن. هذه هي اختصاصات النيابة العامة، تقوم بتعزيز العدل والعدالة في وطني. ثالثا، مديرية الأمن العام. ما أهم اختصاصات الأمن العام في وطني؟ تقوم مديرية الأمن العام في وطني بالكشف عن المجرمين الذين يعبثون بأمن الوطن والمواطنين ويهددون حياة المواطنين، وتقوم مديرية الأمن العام بتنظيم السير وضبط الحوادث المرورية ومساعدة المواطنين. مرة أخرى، مديرية الأمن العام من أهم مهامها الكشف عن المجرمين الذين يهددون حياة الوطن والمواطنين، وتنظيم السير وضبط الحوادث المرورية ومساعدة المواطنين. رابعا، المديرية العامة لمكافحة المخدرات. تقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمهام جليلة، ومنها
مكافحة المخدرات بجميع أنواعها، ومنع دخولها إلى داخل الوطن، والقبض على المهربين والمروجين أي تجار المخدرات، وتوعية المواطنين بخطورة وأضرار المخدرات. هذه هي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تقوم بمكافحة المخدرات ومنع دخولها إلى الوطن والقبض على المهربين والمروجين والبائعين والمتعاطين لها. خامساً، المديرية العامة للدفاع المدني. كما تعلمون يا أحبائي أن المديرية العامة للدفاع المدني تقوم بمكافحة الحرائق أو إطفاء الحرائق وإنقاذ المصابين في وقت الكوارث والحروب. المديرية العامة للدفاع المدني تقوم بمكافحة الحرائق وإطفاء الحرائق وإنقاذ المصابين في أوقات الكوارث والحروب والحرائق. الكوارث مثل السيول وغيرها تتولى المديرية العامة للدفاع المدني بإنقاذ المصابين ومكافحة الحرائق وغيرها من الأعمال الجليلة. سادسا، القوات الخاصة لأمن الطرق. القوات الخاصة لأمن الطرق نجدها موجودة على الطرق السريعة بين المحافظات وبين المدن وبين مناطق وطني. القوات الخاصة لأمن الطرق نجدها موجودة على الطرق السريعة بين المناطق وبين المدن في وطني، ولها مهام جليلة، ومنها المحافظة على الأمن والسلامة على الطرق السريعة بين المدن والمحافظات. القوات الخاصة لأمن الطرق من مهامها الجليلة المحافظة على الأمن والسلامة على الطرق بين المدن والمحافظات. المديرية العامة لحرس الحدود. هذه من أبرز ومن أهم المنظمات التي تقوم بحماية الأمن في وطني. من أهم الهيئات التي تقوم بحماية الأمن في وطني، حيث تقوم بحماية الحدود الخارجية للوطن، أو حراسة الحدود الخارجية للوطن، وإنقاذ التائهين في مناطق الحدود، ومنع المتسللين إلى داخل الوطن، أو منع الهجرة غير الشرعية. هذه هي أهم مهام المديرية العامة لحرس الحدود، تقوم بحماية الحدود الخارجية للوطن، ومنع الهجرة غير الشرعية، وإنقاذ التائهين على مناطق الحدود. أخيرا، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. هذه هي التي تقوم بحماية الأنظمة التقنية والشبكات والبرامج والبيانات الحكومية من الهجمات الرقمية. مرة أخرى، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي حماية الأنظمة التقنية والشبكات من الاختراق، وتقوم بتعقب الذين يبثون الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. تقوم بتعقب الأشخاص الذين يقومون ببث الشائعات والفتن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. هذه يا أحبابي هي أهم الأجهزة الحكومية التي تتولى مسؤوليات الأمن في وطني، نذكرها مرة أخرى على عجالة. أولا، رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، مديرية الأمن العام، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، المديرية العامة للدفاع المدني، القوات الخاصة لأمن الطرق، المديرية العامة لحرس الحدود، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني. نشاط رقم واحد بالكتاب المدرسي. أمامنا من خلال الصور بعض الأجهزة الأمنية، نريد أن نذكر اسم الجهة الأمنية أسفل كل صورة. الصورة الأولى، نعم أسمع، الشرطة. أحسنتم.
الصورة الأخرى، نعم، الدفاع المدني. الصورة الأخيرة، نعم، أمن الطرق. مرة أخرى، الصورة الأولى هذه هي الشرطة، الصورة الثانية الدفاع المدني، الصورة الأخيرة نعم أمن الطرق. رقم باء، يحدد الطلاب وسائل السلامة التي وفرتها الحكومة في المدارس. نعم، الحكومة توفر العديد من وسائل الأمن والسلامة، مثل وجود طفايات الحرائق، مداخل ومخارج للطوارئ وغيرها. نعم، طفايات الحرائق ومداخل ومخارج الطوارئ وغيرها. وهذه هي بعض الأرقام التي بالضرورة أن نعرفها جميعا حتى نقوم بالاتصال عليها في حالة الطوارئ أو الظروف الطارئة لا قدر الله. الشرطة 999، مكافحة المخدرات 995، أمن الطرق 996، الهلال الأحمر السعودي 997، الدفاع المدني 998، المرور 993. من الذين يحمون حدود الوطن الخارجية؟ نعم، حرس الحدود. الذين يحمون حدود الوطن هم حرس الحدود. ولماذا دورهم مهم؟ لأنهم يحمون الحدود الخارجية للوطن. لأنهم يحمون الحدود الخارجية للوطن، سواء كانت حدود برية أو حدود بحرية، لمنع المتسللين إلى داخل الوطن الذين يريدون تخريب هذا الوطن أو القيام ببعض الأعمال الإجرامية داخل الوطن، فهم يتصدون لهم ويتعقبونهم. هذه أهم أعمال حرس الحدود. نشاط رقم 2، من خلال الصورة، نعم، رجال الدفاع المدني حفظهم الله يقومون بدورهم في إخماد أحد الحرائق. طبعا هناك الكثير من السلبيات الخاطئة، الأفعال الخاطئة والأعمال السلبية والسلوكيات غير الصحيحة يقوم بها البعض، يجب علينا أن نتلاشاها. من الأعمال أو السلوكيات السلبية الخاطئة التي يقوم بها البعض، التجمهر في مكان الحادث أو الحريق، التصوير بالجوالات أو الالتفاف حول مكان الحادث، مما يعيق رجال الدفاع المدني في القيام بعملهم أو واجباتهم. فهذه أعمال سلبية يجب علينا أن نتلاشاها وأن لا نفعلها حتى يستطيع رجال الدفاع المدني القيام بعملهم على أكمل وجه. شهداء الواجب والوطن، من هم شهداء الواجب والوطن؟ هم رجال الأمن الذين استشهدوا وهم يؤدون واجب الشرف للدفاع عن الوطن. شهداء الواجب الوطني هم رجال الأمن الذين استشهدوا، رحمهم الله وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة. هم رجال الأمن الذين استشهدوا وهم يؤدون واجب الدفاع عن الوطن. هؤلاء هم شهداء الواجب الوطني، هم رجال الأمن الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الوطن وحمايته. ما واجبنا تجاه شهداء الواجب الوطني؟ ماذا يجب علينا تجاه شهداء الواجب والوطن؟ أولا، ندعو لهم بالمغفرة والرحمة. ثانيا، نفتخر بهم. ثالثا، نساعد أسرهم. رابعا، نتذكر تضحياتهم ولا ننساهم أبدا. واجبنا تجاه شهداء الواجب الوطني، ندعو لهم بالمغفرة ونفتخر بهم ونساعد أسرهم
ونتذكر تضحياتهم ولا ننساهم. هذا هو أقل واجب نستطيع أن نقدمه لشهداء الواجب الوطني رحمهم الله. مرة أخرى أن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة، ونفتخر بهم ونساعد أسرهم ونتذكر تضحياتهم ولا ننساهم. نشاط رقم 3، يكتب الطلبة رسالة لحماة أرض الوطن في الحد الجنوبي على حدود اليمن، تتضمن شكرهم وتشجيعهم والدعاء لهم. الرسالة متروكة للطالب تحت إشراف ولي أمره، أي اكتب رسالة شكر وامتنان لحماة الحد الجنوبي حفظهم الله، تتضمن شكرهم وتشجيعهم والدعاء لهم. نشاط رقم 4، خصصت حكومة وطني المملكة العربية السعودية لأسر شهداء الواجب والوطن إدارة تعنى بهم، يعني تهتم بشؤونهم في وزارتي الدفاع والداخلية. فما الخدمات التي تقدمها الدولة لهم؟ مساعدتهم على التعليم، ومساعدتهم على الصحة والرعاية الاجتماعية لهم، مساعدتهم على التعليم ومساعدتهم على الصحة والرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم ولأطفالهم. وهذه من الجهود المباركة التي تقوم بها حكومتنا نحو شهداء الواجب الوطني، وهذا هو أقل القليل الذي نستطيع أن نقدمه لشهداء الواجب الوطني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملهم في موازين حسناتهم، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة جزاء لما قدموه من أجل هذا الوطن ومواطنيه. وإلى هنا يا أحبابي نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم، وهو بعنوان أجهزة الأمن في وطني. وفي النهاية أتمنى لكم التوفيق والنجاح والتفوق دائما، وإلى أن نلقاكم في الصف السادس الابتدائي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.